أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية أيضا، ولكن بعد أهم العناوين. نقرأ من الهيئة نت: الدكتور مثنى الضاري والوفد المرافق له يلتقون في كوالالمبور مفتي المقاطعة الاتحادية الماليزية. في المدى: جرح المعارك يقولون رواتبنا التقاعدية لا تغطي حتى مصاريف العلاج. في موقع كتابات: الفساد في العراق يقلق الدول المانحة ويعطل الإعمار. في الجزيرة نت: مقاتلات الاحتلال تقصف موقعا للقسام بغزة. في العربي الجديد: سياسة الأرض المحروقة تقرب النظام السوري من سراقب. وفي القدس العربي: الحكم على مستشار سابق لبعثة إيران في الأمم المتحدة بالسجن لثلاثة أشهر. وأخيرا وليس آخرا في الحياة: مقتل 7 مدنيين في غارات لطيران النظام السوري على الغوطة الشرقية. رغم أن إيران كانت هي المرضعة الوحيدة لحزب الدعوة، ورغم أنه لم يقصر في إثبات ولائه لها طيلة السنوات الماضية، إلا أن ديمقراطية الحكم الإيراني للعراق بمشاركة هامشية دعائية مع أحزاب وقوى أخرى سنية وشيعية وكردية موالية لأمريكا وتركيا والسعودية قد انتهت صلاحيتها، وآن أن تقام على أنقاضها ديكتاتورية الحكم الإيراني المنفرد برئيس وزراء عراقي، ولكن إيراني قلبا وقالبا يتمتع بالقدر الكافي من الوقاحة وقلة الوطنية والحياء ليعلن نهاية الحكم بالمحاصصة الطائفية والعنصرية وببداية الحكم للميليشيات التي أنشأها الحرس الثوري الإيراني وقاسم سليماني، والتي لا تعمل بالشعارات والوعود الكلامية بل تعمل باستخدام السلاح أو التهديد باستعماله داخل قبة البرلمان، تنفيذا لتوصية الولي الفقيه بحسب ما يرى الكاتب إبراهيم الزبيدي في مقال له بصحيفة العرب اللندنية. بمعنى آخر، أن إيران لم تعد تخدمها انتهازية حيدر العبادي الذي أمضى 4 سنوات وهو يمارس كل فنون التقية واللعب على الحبال، فيتظاهر مرة بموالاة الأمريكان وإعادة علاقات مع حاضنته العربية مرة أخرى لشراء الوقت وتهدئة خواطر الغاضبين إلى أن يحين موعد الخلاص. وقد حان، فقد أدى هو ورفاقه في الحزب دورهم كاملا ومنحوا إيران الوقت الكافي اللازم لبناء حرسها الثوري العراقي الذي سيتسلم السلطة ويحكم منفردا ليس بالشرعية التي استمدها من جماهير الناخبين بحرية ونزاهة، بل بقلة الذوق والضمير وبأخلاق العصابات والتلويح علنا بسطوة العمائم الإيرانية التي لن تسمح لأي عراقي أيا كان بأن يشاركها بأي حصة وبأي صيغة في إدارة المستعمرة العراقية بعد اليوم. وباستعراض المسلسل كله من أول أيام مجلس الحكم سيء الصيد عام 2003 وإلى اليوم، لرأينا كيف بدأ العمل الإيراني الدؤوب في تهيئة الأجواء وتمهيد الطرق وتغيير البنى التحتية السياسية والأمنية والعسكرية والتعليمية والإدارية في العراق خطوة خطوة. يضيف الكاتب مشاهدينا: ها قد جاء موعد انتقال العراق النهائي من حكم الديمقراطية المزركشة الملونة إلى ديكتاتورية اللون الواحد الفريد، ليعلن خبر وفاة الدولة العراقية السابقة المتسامحة والمتآلفة والمتمدنة، ويبدأ عمر جديد لولاية العراق الصغيرة الملحقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علنا ودون مواربة.
مرحلة حرجة يمر بها العراق الآن، وهو يستعد لإجراء انتخابات من شأنها أن تقوض إنجازات العبادي التي تحققت بشق الأنفس. ومن المتوقع أن يؤدي التصويت أيضا إلى تغيير ملامح النفوذ الإيراني عبر الشرق الأوسط ويقرر مدى إمكانية عودة تنظيم الدولة من جديد، لكنها تعتبر لحظة مهمة بالنسبة للعبادي أيضا، فهو لم يتصدر رأس حربة لأي حملة انتخابية من قبل، وأنه تعثر أصلا وهو يحاول التفاوض مع أطراف أخرى ضمن تعقيدات السياسة العراقية المحيرة للذهن بحسب صحيفة نيويورك تايمز التي تحدثت عن الخطأ الكبير الذي ارتكبه العبادي والذي لا يغتفر. خطأ العباد الفاضح هو إشارة واضحة تذكرنا بأنه لا يمكننا أن نعول على شيء من توقعات مع هذه الانتخابات التي ما تزال تفصلنا عنها أكثر من 3 أشهر. ولكن في الوقت الذي يعتبر فيه العبادي زعيم البلاد، فإنه لا يترأس حزبه السياسي الذي ينتمي إليه حزب الدعوة الإسلامية، مما يجعل موقفه السياسي مزعزعاً، حيث ما يزال زعيم الحزب هو رئيس الوزراء السابق نور المالكي الذي يتمتع بماض سياسي شابته انتقادات كثيرة يتلهف للعودة إلى المنصب مرة أخرى. المشكلة هو أن هذه القوى الشيعية لها حقائبها الخاصة، وإحدى هذه الكتل هي كتلة المالكي الذي يعتبر منافسا متضررا سياسيا ويريد منصب العبادي. أما الثانية فهي لقادة ميليشيات مدعومة من إيران ومقربة من الحرس الثوري الإيراني، وهو التكتل الذي تسبب أصلاً بردة فعل سلبية على العبادي. الكتلة الثالثة هي التي يترأسها رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، سياسيون مقربون من العبادي أجروا مباحثات استطلاعية مع أتباع الصدر حول الانضمام معهم في تحالف محتمل. يقول بعض المحللين إن سمعة العبادي ربما تكون قد تضررت للأبد، وأن التطورات الأخيرة قوضت نظرة واشنطن على أن العبادي سد منيع ضد قوى طائفية لها علاقات قوية بإيران. في العراق هناك أكثر من 100 حزب وكتلة وفئة تسعى للتنافس على مقاعد برلمانية، وفي العرف الجمعي أن الديمقراطية هكذا وحسب، وكان الانتخابات لم تكن موجودة قبل 2003 بل منذ تأسيس دولة العراق. فهل هذا يعني أن الأنظمة التي تجرى فيها الانتخابات ديمقراطية؟ الديمقراطية لا يمكن اختصارها بالانتخابات، وإنما هي مشروع وطني نهضوي وحدوي يهدف إلى بناء القوة الديمقراطية بأنواعها والقيام بالمشاريع الإنمائية على جميع المستويات. كل ذلك بحسب الكاتب صادق السمرائي في مقال له بموقع كتابات. ولا يمكن القول بالديمقراطية في مجتمعات فاقدة لمرتكزات البنى التحتية ويتفشى فيها الخراب والفساد والمحسوبية والآليات العتيقة في التفاعل والتعامل مع التحديات وعدم القدرة على تلبية أبسط الحاجات. ولا توجد دولة ديمقراطية في الأرض يتنافس فيها أكثر من 100 حزب أو فئة. حتى في الهند فإن التنافس يكون بين بضعة أحزاب، وفي الدول الديمقراطية القوية يكون التنافس بين حزبين أو 3 لا غير. فكيف يمكن القول بأن ما يجري هو سلوك ديمقراطي؟ وعلى المجتمع العراقي أن يعي بأن هذه التكتلات والفئات المئوية والأعداد لا يمكنها أن تكون ديمقراطية، وعلى المجتمع أن يتعلم كيف يختصرها باثنين أو 3، وأن يكون التنافس على البرامج الوطنية وليس التكتلات الفئوية والتحزبات المقيتة. يضيف الكاتب: اللهم احمي مصر والعراق من أهوال الانتخابات، فقد ذهب العراق وذهبت سوريا وبقيت أمة العرب تمشي بساق واحدة، فلا تكسر ساقها وترديها كالنطيحة بين ذئاب. كل ذلك حسب الكاتب. مئة يوم فقط هي المتبقية على عمر البرلمان العراقي الذي كان مثيرا للجدل
وحافلا بالخلافات والانقسامات طيلة الأربع سنوات الماضية، مئة يوم غير مرجح لها أن تشهد جلسات بنصاب كامل، إذ بدأ الأعضاء من الآن بالانصراف إلى حملاتهم الانتخابية المبكرة رغم وجود أكثر من 40 قانونا مهما ينتظر التصويت عليه، فضلا عن قائمة استجوابات طويلة لوزراء ومسؤولين بارزين في الدولة بتهم الفساد والتقصير، في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر سياسية عراقية عن وجود ما تصفه بصفقات تقف وراء تعطيل عملية حسم عدد من الاستجوابات، كل ذلك حسب تقرير لصحيفة العرب الجديد. وفقا لمصادر داخل البرلمان تحدثت للعربي الجديد، فإنه من غير المرجح إقرار أكثر من ثلاثة قوانين من أصل العشرات التي ينتظر الشارع العراقي تشريعها، وهي قانون الانتخابات وقانون الموازنة وقانون يتعلق بمرتبات النواب التقاعدية ووضعهم القانوني بعد انتهاء مدتهم البرلمانية، إذ أضيفت فقرة تخير البرلماني بين تمتعه بمرتب تقاعدي مدى الحياة أو العودة لأي وزارة أو مؤسسة حكومية يختارها في حال انقضاء صفته كعضو في البرلمان. بدوره قال المحلل السياسي العراقي حسن الحيدري إن المئة يوم المتبقية من عمر البرلمان لن تكون كافية للمضي باستجواب وزراء ومسؤولين، مؤكداً في تصريح للعربي الجديد أن الحديث عن إكمال جميع الاستجوابات خلال الفترة القليلة المتبقية من دورة البرلمان الحالي أمر صعب جداً إن لم يكن مستحيلاً. الكتل التي ينتمي إليها وزراء ومسؤولون مطلوبون للاستجواب تقصدت الإخلال بنصاب البرلمان خلال المرحلة الماضية للحيلولة دون الإكمال للاستجوابات والعمل على مسألة كسب الوقت لحين انتهاء الفترة المتبقية للبرلمان الحالي في مايو المقبل، كما جاء في تقرير الصحيفة. عملية غصن زيتون هي هدف للشعب السوري أولاً، ثم هي حماية للحدود التركية من تهديدات التنظيمات الإرهابية ثانياً. هذا يعني أن انتهاء التدخل التركي مشروط بتحقيق العملية لأهدافها السابقة، فلن يبقى بعد تحقيق الأهداف عنصر واحد من الجيش التركي إطلاقاً، لأن الجيش السوري الحر وسكان مدينة عفرين هما اللذان سيدافعان عن مدينتهما وقراهما، وهما من سيحكمان مدينتهما عبر مجلس منتخب. هذا الأمر يعلمه ماكرون وتعلمه الحكومة الفرنسية أيضاً. فلماذا جاء التحذير الفرنسي علماً بأن مواقف تركيا وفرنسا متطابقة أو متقاربة حول الحل السياسي المقبل في سوريا؟ هكذا يتساءل الكاتب محمد زاهد جل في صحيفة مقالة له بصحيفة القدس العربي. أحزاب المعارضة التركية تجمع على دعم الجيش التركي والحكومة التركية في هذه العملية، لأنها مقتنعة فعلاً بالتهديدات التي تلحق بالأمن القومي التركي من جراء تمدد الأحزاب الإرهابية الكردية على حدود تركيا الجنوبية أولاً، وبسبب بقاء 3.5 مليون لاجئ سوري عبئاً على الاقتصاد التركي، مع ما يمثله من تهديد اجتماعي للاستقرار في تركيا أيضاً. الأهم من ذلك أن المجتمع الدولي وعلى رأسه أمريكا لم يتعاون مع تركيا لإعادة هؤلاء اللاجئين إلى بلادهم ومدنهم شمال سوريا، بل ساهم في طردهم من شمال سوريا إلى تركيا لجعلها دولة خاصة بالأكراد رغما عن إرادة الشعب السوري، وبهدف واضح ولو بعد سنين، وهو تقسيم سوريا. ولذلك أغمض الأوروبيون والأمريكيون أعينهم عن عمليات التطهير العرقي التي تعرض لها العرب السنة من الشعب السوري من هذه الأحزاب الإرهابية التابعة لحزب العمال الكردستاني. فالأحزاب التركية المعارضة تؤيد عملية غصن الزيتون لاقتناعها بأن الجيش التركي يقوم بواجبه، وأن الحكومة التركية تقوم بواجبها لتصحيح أخطاء من استهانوا بالإرادة التركية الشعبية والسياسية والعسكرية. الشعب السوري تحرك في بداية ثورته عام 2011 من أجل الإصلاح وليس تدمير بلاده ولا قتل أبنائه، لكن القوى الاستعمارية الطامعة في سوريا استغلت ضعفه وسعت لإحلال جيوشها فيه، سواء
كانت إيران أو روسيا أو أمريكا، وأمريكا أعطت الضوء الأخضر لإيران لتخريب سوريا لخلط الأوراق فيها ولمنع سقوط الأسد. أمريكا دعت روسيا للتدخل العسكري في سوريا لأنها تريد تبرير إرسال جيشها إليه أيضا، ومن ثم تبرير بناء قواعد عسكرية فيه. وبقيت تركيا تعترض على كل ذلك لسنوات، لكنها لم تتحرك حتى أصبح الخطر داخل حدودها ويقتل شعبها بالعمليات الإرهابية التي يتبناها حزب العمال الكردستاني. تأخرها أكثر من ذلك يعني زيادة الخطر عليها كما يرى الكاتب. لم يكن ثمة بد من مشهد سوتشي لكي يكتمل سيناريو المسرحية الهزلية التي يضع الروس المسألة السورية في إطاره تحت سمع وبصر النظامين الإقليمي والدولي. وبقبولهما هناك تقزيم لكل ما هو إنساني وأخلاقي فيما يحصل، إلى درجة تكاد تصبح الكتابة الجدية فيها عن الموضوع بغرض التحليل عبثا لا طائل من ورائه. سمع المعنيون بالموضوع من السوريين وغيرهم كم الهائل من الكوميديا السوداء التي سبقت ورافقت انعقاد المؤتمر، ورأوا بأم أعينهم تفاصيل الأحداث والتصريحات والمواقف السوريالية التي شكلت وقائعه وأحداثه. الاستحقاقات المقبلة تتطلب الارتقاء إلى مستوى شعارات تمثيل الثورة التي تفعوها المعارضة بأطيافها السياسية والعسكرية العديدة اليوم، بحسب الكاتب وائل ميرزا في مقال له بصحيفة الحياة اللندنية. ثمة حاجة ملحة اليوم لأن يغادر جميع الساسة المعارضين السوريين إقطاعياتهم وكانتوناتهم ومساراتهم، فالسياسة بالتعريف السائد هي فن الممكن، والممكن في الواقع السياسي السوري المعاصر يفرض عليهم جميعا الخروج من نفق المماحكات القاتلة المتعلقة بتمثيل السوريين وثورتهم والتي تكاد تغرقهم وتغرق الثورة إلى الأبد. يكفي مثالا أن نستحضر الأزمة المقبلة التي يمكن أن تنتج عن قيام بعض من حضر سوتشي وانسحب منها ليس من طبيعة الدنيا الكمال، ولم يقل أحد إن مشروع التمثيل السياسي للثورة السورية سيكون مشروعا كامل الأوصاف، لكن الموقف الطبيعي من مثل هذا الوضع يتمثل بالمساهمة الفعالة والعملية في استكمال المشروع لكي يصبح قادرا على تحقيق حد أدنى لهدف توحيد المعارضة وخدمة الثورة داخلية وخارجيا. من الطبيعي إذن لأي جماعة أو فرد أو هيئة أن تخطئ أو يخطئ في الحسابات أو في السياسات أو في المواقف أو في ذلك كله، وهذا يصدق على أجسام المعارضة في زمننا الراهن كما لا يصدق على جهة أخرى مسؤولة أمام شعبها وبلادها. ليست المشكلة أن نخطئ في الحسابات أو السياسات أو المواقف، وإنما تكمن المشكلة في الإصرار على تجنب أي مراجعة والوقوع في عقلية المكابرة والعناد التي توحي بلسان الحال بأننا قوم لا نخطئ. ولن تعدم ثورة أظهرت إبداع أهلها في كثير من المجالات القدرة على ابتكار إطار لرقابة شعبية عامة على أجسام المعارضة تصحح مسارها لتؤدي دورها المطلوب، ولا تصبح لعنة على البلاد وأهلها وثورتهم في نهاية المطاف، حسب الكاتب. اشتهر فنانان أوكرانيان في عام 2015 بصورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باسم وجه الحرب صنعها من قطع معدنية جمعت من مناطق النزاع.
اليوم يعرضان صورة ضخمة لرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسمها وجه المال، صنعاها من قطع نقدية وحجارة لعبة البوكر. وولدت هذه الفكرة في الصيف الماضي، واليوم تحققت وأصبحت لوحة طولها 2.40 متر وعرضها 1.70 متر. استخدمت في هذه اللوحة 4000 قطعة نقدية من القروش لإظهار بخل ترامب. وبالإضافة إلى القطع النقدية الصغيرة، استخدم الفنانان حجارة لعبة البوكر لرسم كتفي ترامب في إشارة إلى الكازينوهات التي يملكها، وأيضا إلى سلوكه الدبلوماسي الذي يشبه لعبة البوكر بحسب جرين. إلى الكاريكاتير مشاهدينا. هذا ما كان في جعبتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم غدا في صدى أقلام جديد بإذن الله. في أمان الله وعافيته.